راديو الأهرام يقدم مكان في الوجدان مع جينا القرش. موضوعنا في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن شارع هدى شعراوي. شارع هدى شعراوي ارتبط بواحدة من أهم وأعقد فترات تاريخ مصر الحديث، وهي الفترة التي بدأت بتأسيس مصر الحديثة على أيدي محمد علي باشا وحفيده الخديوي إسماعيل، وانتهت بانطلاق الكفاح السياسي والشعبي من أجل استقلال مصر وإنقاذها من الاحتلال الإنجليزي. فالشارع يقع في قلب القاهرة الحديثة التي بناها الخديوي إسماعيل على طراز أفخر المدن الأوروبية، كما يفصل ويصل بين شارعي سليمان باشا طلعت حرب حاليا والشريف باشا، وكلاهما من الرعايا الأجانب الذين اعتمد عليهم محمد علي وحفيده إسماعيل في بناء مصر الحديثة. فالأول أصوله فرنسية والثاني تركية، والاثنان أخلصا لمصر وآمنا بقضية شعبها وترك بصمات واضحة على تاريخه. فسليمان هو مؤسس أول جيش مصري خالص وصميم في عهد محمد علي، وبه أنهى عقودا وقرونا اعتمدت فيها الحكومات المصرية على جيوش كان قوامها الأساسي من الأجانب والمرتزقة، سواء من المماليك أو من رعايا الدولة العثمانية. أما شريف باشا فهو أحد أبرز أعلام تاريخ مصر الحديثة، وأبو الدستور المصري ورئيس أول وزارة دستورية تشهدها مصر عام 1978. وشارع هدى شعراوي كان ضمن الرقعة التي شهدت معظم المظاهرات والثورات الشعبية ضد الاستعمار الأوروبي، كما ذكر في كتاب المؤرخ الكبير جمال بدوي حدث في مصر أن مظاهرات عام 1908 التي انطلقت للاحتجاج على قرار جيش الاحتلال الإنجليزي باستعراض قواته وأسلحته في ميدان عبدين القريب من نهاية الشارع، وكذلك مظاهرة عام 1909 التي استمرت 4 أيام واندلعت على إثر إصدار الاحتلال الإنجليزي لقانون يقيد حرية الصحافة، وقادها الصحفي أحمد حلمي جد الشاعر الشهير صلاح جاهين. حيث أن الشارع نظرا لقربه الشديد من فندق سافوي، الشارع احتضن جموع المشاركين في ثورة 1919 وصحبته السيدة هدى شعراوي، حيث يوم 16 مارس 1919 أول مظاهرة نسائية تشهدها مصر طوال تاريخها. الشارع يبدأ من ناحية ميدان التحرير وينتهي بمبنى وزارة الأوقاف، وكان يعرف في بدايته باسم الشيخ حمزة لوجود ضريح في أوله يحمل نفس الاسم الذي ربما يرجع إلى أحد درويش الصوفية المهملين، فلم يهتم أي من المؤرخين بترجمة سيرته. أما اسم الشارع الحالي هدى شعراوي فيبدو جديرا به، فهو يرتبط بالعديد من المظاهرات والأحداث السياسية التي شاركت فيها، فقد ظلت هدى شعراوي زعيمة للحركة النسائية المصرية منذ عام 1919 وحتى عام 1948، فإن أرضه تتوسط تقريبا قصرين شهد سنوات طفولتها وزواجها منذ سنوات نضالها. الأول قصر والدها سلطان باشا الذي يقع بالقرب من نهاية الشارع، وهدم في سبعينيات القرن الماضي وأنشئ مكانه أحد الجوامع النادرة في القاهرة الأوروبية. أما القصر الثاني فهو قصر زوجها علي باشا شعراوي الذي كان يقع في نهاية شارع قصر النيل من ناحية ميدان التحرير، وتحول بعده إلى متحف ومعرض للفنون الجميلة، ثم هدم ومكانه الآن ساحة لانتظار السيارات. هدى شعراوي صاحبة الشارع ولدت وعاشت في أسرة أرستقراطية عريقة وواسعة الثراء، فوالدها محمد سلطان باشا كان من أغنى أغنياء صعيد مصر، وإلى الآن توجد عزبة باسمه
وزوجها وابن عمتها علي شعراوي كان أغنى من والدها بكثير، كما كان أحد زعماء ثورة 19. هدى شعراوي الأرستقراطية ورائدة النهضة النسائية في مصر، والمدافعة باستماتة عن المساواة بين الجنسين، وممثلة مصر في العديد من المؤتمرات النسائية العالمية، حرمت من العيش في أسرة مستقلة، فقد انفصلت عن زوجها بعد 7 سنوات عامرة بالخلافات، غير أن سنوات الانفصال كانت أخصب مراحل عمرها، فقد حفظت خلالها القرآن الكريم وأجادت اللغة الفرنسية والتركية والعربية، واكتشفت أن تعليم المرأة هو الحل لإنقاذها ونيل حقوقها، وخاضت حروبا طويلة للمساواة بين الجنسين في الوظائف العامة، وظلت زعيمة للحركة النسائية المصرية حتى وفاتها في عام 1947. الشارع بشكل عام يحافظ على أسلوب عمارة القاهرة الأوروبية من حيث اتساع المداخل والشرفات والاعتناء بالزخارف والأشكال الفنية في المباني، وسكانه في الغالب خليط من أبناء الطبقة المتوسطة والعليا التي ترجع أصولها إلى الأسرات التي انتقلت للقاهرة من الريف بعد التحديثات المعمارية الإسلامية، وهي خلفية مبنى وزارة الأوقاف. شارع هدى شعراوي بالرغم من أنه خالي تماماً من المؤسسات الثقافية الرسمية، إلا أنه ضم عدداً من أشهر مقاهي الأدباء والمثقفين في مصر، ومنها مقهى سوق الحميدية، شهد الكثير من مناقشات ضيوف الناقد الكبير فاروق عبد القادر الذي يجلس فيه كل يوم أحد من كل أسبوع، وكذلك مقهى الندوة الثقافية الذي كان يشهد كل خميس اجتماع الروائي علاء الأسواني مع عدد من شباب الأدباء والمثقفين. أما مقهى ستيلا في نهاية الشارع فمشروباته كانت محجوزة دائما لفقراء الأدباء. انتهت حلقتنا النهاردة، استنوني الحلقة الجاية في مكان في الوجدان مع دينا القرش.